مرحبا، كيف الحال؟ اليوم احنا راح نتغدى منسف. عشان نعمل المنسف احنا بحاجة الى جميد، هيني نقعته هون بالمي، كسر طبعا من امبارح منقوع، وفي عنا هون حوالي كيلو ونص رز، وفي عندي لحمة خروف هيها على النار سلقتها اول مرة، سلقها حوالي نص ساعة غليت وبعدين كبيت ميتها، حطيت لها مي نظيفة مغلية طبعا، وحطيت عليها ورق غار وحطيت عليها فلفل حب، وخليها لتكمل سواها هون. طبعا بدنا لوز وصنوبر مشان التزيين، وبدنا زيت او سمنة مشان الرز. هاي هون انا حطيت الجميد بقلب الخلاط، شايفين بيعتوا هيك. طبعا انا نشلته من المي، هاي المي تبعته نشلته نشري من المي، راح احط له مي تانية هلا بالخلط، لانه هاي المي بيكون فيها ملح كتير، فبدي اخلص شوي من الملح، فبقيمه من المي اللي نقعته فيها وبحطه بالخلاط، وبحط عليه مية تانية وبخلطه بالخلاط. طبعا اللي ما بحب يستخدم الجميد بده يستخدم اللبن، بتقدروا تستخدموا لبن عادي، بتحطوا معه نشا وبتخلطوه مع بعضه وبعدين بتغلوه على النار، بس بدكم تضلكوا تحركوا فيه. وهي هيك خلطناه، هلا بدنا نصفيه بقلب الطنجرة عشان نغليه. مصفاية ناعمة، هلا قبل ما اغلي اللبن بدي اعمل اللوز والصنوبر احمصهم، رح احمصهم تحميص على النار، مقلاية من هالشكل بحطها على النار لتحمى مزبوط مزبوط، بعدين بحط اللوز وبقلبه شوي وبوطي النار لحد ما يتحمر، وبس يتحمر اللوز بحط الصنوبر. هاي بنحط اللوز هون بنحمصه، ضل ايدنا فيه طبعا، نحرك نحمصه ليصير لونه ذهبي، بعدين بنحط الصنوبر. هلا راح احط الصنوبر بهالمرحلة، وهي هيك حمصنا اللوز والصنوبر، شايفين تحميص بدون زيت ولا اي اشي. حطينا اللبن بالطنجرة وولعت عليه النار وراح اغليه على النار، بس يغلى اللبن بحط فيه اللحمة، بغليه لمدة 5 دقايق مع اللحمة بعدين بطفي عليه. طبعا ايدنا فيه نضل نحرك فيه لحد ما يغلى، بس يغلى منوقف تحريك، منوطي عليه النار على الاخر ومنحط اللحمة فوقه. وهي هيك اللبن صار يغلي. هلأ بهالمرحلة بطول اللحمة من ميتها وبحطها بقلب اللبن، وهلأ بعد ما حطيت اللحمة بقلب اللبن رح أحط قدر كف كيرة واحدة بس من مية اللحمة، بس هيك. طبعا إذا شفتوا اللبن جامد كتير مش على هواكو بتقدروا ترخوه بمية مغلية. رح أغلي لمدة 5 دقايق باللحمة وبعدين بطفي عليه النار. حطيت مازولا عشان أعمل الرز. برش عليه شوية ملح، بلاش نكتر كتير ملح لأنه اللبن شوي مالح. الرز تحميص وبحط عليه مي بس أخلصه تحميص. هاي هيك حمصنا الرز، هلأ رح أحط عليه مي، رح أحط عليه كمان كف كيرة من مية اللحمة واحدة بس للطعم، وبعدين بتقدروا تحطوا اكثر يعني مية لحمة، اذا بتحبوه دسم بتقدروا تحطوا كله مية لحمة على اللبن وعلى الرز.
ومي عادية مغلية طبعاً. نقلبه تقليبة هيك. مش شايفة بده كمان شوية مي. جاهز. هاي منسفنا صار جاهز. اذا عجبتكم طريقتي جربوها، اذا عجبتكم اضغطوا لايك او شير او كومنت او اني ثينج. باي باي.